مشروع لتربية الأبقار وإنتاج الحليب بالشراكة مع بريطانيين سيتم بعثه قريبا حسب ما كشف عنه وزير فلاحة عبد الوهاب نوري. بمجرد إتمام إنجازها على حوالي 90,000 بقرة، ونحن في اتصال مع الجهة التي نحن نعمل معها وخاصة بريطانيا، وهذا المشروع أعتقد أنه أخيرا ونحن بصدد إمضاء العقود عن قريب إن شاء الله. وفي ظل أزمة الحليب خلال الأسابيع الماضية، أكد الوزير أن عددا من الملبنات تعرضت لعقوبات. بدأنا نتحكم شيئا فشيء في سوق الحليب بصفة عامة، وأعتقد أنه في القريب العاجل سترجع الأمور إلى نصابها إن شاء الله. بعض الملبنات التي تم غلقها صحيح هذه كانت مخالفة للقوانين المعمول بها في هذا الإطار، واتخذت ضدها إجراءات في هذا الميدان. ارتباط سوق الحليب المحلية بالأسعار في الأسواق الدولية أصبح يلزم على السلطات الإسراع في إيجاد سبل لبعث إنتاج وطني بقي حلما ولم يجسد على أرض الواقع.